الحفاظ على مؤسسات الدولة واستئناف جلسات البرلمان أهم النقاط لمعتصمي البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء. اجتماعات عقدت ودعوات وجهت إلى التيار الصدري بغية تهدئة الوضع الراهن، لكن التجاهل مصيرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأيام. لا تزال الاحتجاجات الشعبية الرافضة لسياسات لي الأذرع وتطبيق الأمر الواقع مستمرة عند المدخل الجنوبي للمنطقة الخضراء، فهذه الجموع المحتجة تؤكد تمسكها بمطالب إعادة هيبة الدولة، والتي يرون أن الأحداث الأخيرة خدشتها بشكل بالغ، ولا بد اليوم من إعادة الأمور لنصابها الحقيقي ابتداء من استئناف عمل البرلمان وشروع بخطوات تسمية ما تبقى من الرئاسات، وبما يقضي أو يفضي حتما لإغلاق باب الفوضى أمام العابثين بممتلكات الدولة وشرعيتها. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة فنحو إطلاقة جديدة يعتزم الفرقاء طي صفحات الخلاف المتراكم طوال هذه المدة بعقد اجتماعات تسهم بحلحلة الأزمة الحالية ومعرفة وجهات النظر للأطر المتخالفة، وكذلك توجيه طلب الحضور إلى التيار الصدري بالجلوس والمشاركة حول طاولة الاجتماعات، إلا أن الدعوات هذه لم تلقى ترحيبا من قبل السيد الصدر رافضا لنتائجها. لكن يثير البعض استفهاما حول صمت المكونين السني والشيعي واتخاذ موقف الحياد تجاه هذه الأزمات. إذن مشاهدينا الأكارم، هذه هي ملفات حصادنا لهذه الليلة، راح نناقشها تباعا مع ضيوفنا. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله. الاحتجاجات الشعبية عند مدخل المنطقة الخضراء أكملت أسبوعها الأول، ولا تزال الجموع المحتجة مستمرة بالتوافد رغم الظروف المحيطة، مطالبة بتصحيح مسار الأحداث، عودة البرلمان مصدر القرار لمزاولة أعماله، فما جرى أخل بشرعية مؤسسات الدولة. نفتح هذا الملف بعد مشاهدة الاستطلاع الذي أعده لنا الزميل علي حبيب. حق كل مواطن عراقي شريف وغير على بلده يطالب بإعادة هيبة الدولة، لأن إذا راحت هيبة الدولة راحت هيبة المواطن. إحنا كنا مواطنين عراقيين إن عندنا غير على بلدنا، فإذا نحل البرلمان ولنفرض نحل البرلمان، خلينا نقول حلو، راح ترجع تشكيل حكومة جديدة، يرجع من جديد نفس الأحزاب ونفس الوجوه، راح ترجع تصعد من جديد وجديد. نحن نريد الشرعية، نحن نريد الدستور، نحن نريد حماية الدولة. الأخوان الموجودين المتظاهرين والمعتصمين في هذا الاعتصام المفتوح لهم مطالب، لهم مطالب. من ضمن المطالب نحن أعطينا دماء وأرواح وشباب وجرحى لحماية الدستور، لحماية هيبة الدولة، فهل يجوز هدمها بكل سهولة؟ من الذي يهدم الدستور؟ الذي يهدم الدستور هو الفوضى. كلما طال الوقت في انتظار الحلول حقيقة هذا يعقد المشهد في العراق. نحن نأمل من الأخوة السياسيين عموما في كل الاتجاهات أن يتنازلوا عن سقوفهم وشروطهم، وأن ينظروا إلى الموضوع بواقعية، أننا الشعب المعتصمون، أغلبية الشعب العراقي تريد إنهاء هذا الجدل والشروع بتشكيل الحكومة القادمة، ثم يبدأ البرلمان في مناقشة ممكن أن تكون انتخابات مبكرة، ممكن أن تكون هنالك يكون تعديل، إلغاء، تقديم. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه في هذا الملف، ورحب بضيفتي الكريمه الدكتوره نداء الكعبي السياسيه المستقله. حياكم الله دكتوره. حياكم الله استاذ احمد. وكذلك ينضم معي عبر سكايب الدكتور عقيل الردين عضو ائتلاف النصر. حياك الله دكتور عقيل. ابدا مع حضرتك دكتوره نداء، اليوم عند البوابه الجنوبيه للمنطقه الخضراء اعتصامات تمت اسبوعها الاول، مطالب باعاده شرعيه الدوله، المحافظه على هيبتها، افتتاح المؤسسات منها البرلمان وغيره، وبالاضافه الى تصاعد وتيرة الاعتصام، يعني المواكب الحسينية، مهرجان شعري إلى آخره من هذه التفاصيل. طيب الضغط الشعبي هل سيولد استجابة للأطراف السياسية لما يريده الجمهور؟
نعم، في البدء تحية لحضرتك أستاذ أحمد وضيفك الكريم دكتور عقيل وللمشاهدين الكرام جميعا. يعني حقيقة إحنا اليوم العملية السياسية هي تمر بمعترك خطير جدا. نعم. يعني استخدام ورقة الشارع والاعتصامات. بالتالي اليوم الشارع البغدادي انقسم ثلاثة أقسام. نعم. أنت عندك جمهور إطاري أيضا معتصم، عندك جمهور تياري، القسم الثالث الجمهور المستقل اللي يعني واقف موقف المتفرج يعني المترقب للأحداث. نعم. فهذه حقيقة، وكل جمهور كل معتصم إلى أسبابه. نعم. اليوم مثلا جمهور التيار هم يطالبون بإعادة الانتخابات، اليوم حل مجلس النواب، بالإصلاح، والكتل السياسية كلها طالب بالإصلاح. أيضا بالنسبة للإطار هنالك تظاهرات واعتصامات مطالبة بالشرعية، نوع شرعنة مؤسسات الدولة الحفاظ على الشرعية، أيضا هذا نوع من الإصلاح. لكن المشكلة وين؟ المشكلة هي بالكتل السياسية، بالإرادة السياسية. نعم. اليوم شارع مطالب بالإصلاح، شارع مطالب بإعادة الانتخابات، شارع أيضا مطالب بالشرعية. اليوم قضية تشكيل الحكومة هو واجب، واجب وطني، واجب أساسي على الكتل السياسية أن تراعي قضية الوقت، تراعي تشكيل الحكومة، بالتالي تتجاوز عن خلافاتها الشخصية، خلافاتها الحزبية من أجل حلحلة هذه الأزمة. نعم. هي شنو سبب الأزمة؟ مخرجات الانتخابات ومخرجات البرنامج ونتائج الانتخابات، نفس قانون الانتخابات، هي الكتل السياسية، هم الكتل السياسية ما إجوا قلوا الشارع والمواطن يصوت أنت يا مواطن موافق على هذا القانون أم لا، هم نوابهم صوتوا على هذا القانون، وإن كان بعض الكتل السياسية يعني صوتت عليه على مضض، لكن بالتالي اتفقوا على القانون. لكن المشكلة من جاءت نتيجة الانتخابات هي مخيبة لآمال بعض الكتل السياسية، أو تخلل يعني قضية التزوير، يعني الفساد اللي شاب قضية الانتخابات الضبابية، لم تكن النتائج نزيهة 100% أو متوقعة 100%، كان هنالك تدخل دولي، تدخل إقليمي في قضية الانتخابات. بالتالي اليوم الكتل كان بينات اختلاف، من هي الكتلة الأكبر؟ احنا تعودنا بالعرف السياسي الكتله الاكبر هي اكبر المكونات الاجتماعيه البيت الشيعي، منه تنطلق رئاسه الوزراء، ومن هنا كانت المشكله بين الاطار وبين التيار. من الكتله الاكبر التي تشكل الحكومه؟ هل هو الاطار ام التيار؟ بالتالي كان هنالك دعوات من الاطار للحكومه الاغلبيه، وهذه الدعوات فشلت لان السيد الصدر لم يستطع ان يحصل على الاعداد الكافيه للانضمام إلى التحالف الثلاثي وتشكيل الحكومة. بالتالي انسحب من العملية السياسية، وهو كان هنالك خلاف شخصي يعني بينه وبين السيد المالكي حول قضية تشكيل الحكومة، انعكست وألقت بظلالها سلبا على العلاقة مع الإطار. بالتالي كان هنالك بعدها دعوات للتوافقية، هذه الدعوات أيضا الآن فشلت، لم يستطيعوا تشكيل الحكومة. طيب. ما نحتاجه الآن عقد سياسي جديد. إحنا اليوم دعوات التوافقية فشلت، دعوات الأغلبية فشلت، هل يبقى الشارع هكذا بدون حكومة؟ نبقى هكذا بالخلافات، أحدهما يرمي الكرة في مرمى الآخر، والكارثة الجميع يطالب بالإصلاح. طيب. الجميع يطالب بالإصلاح. العقد السياسي الجديد اللي تدعون به حضرتك، يعني أنتقل. نعم. إلى ضيف الكريمة دكتور عقيل الرديني. دكتور عقيل، اليوم نتحدث وتتحدث ضيف الكريمة دكتور نداء الكعبي عن عقد سياسي جديد. إحنا شرفنا على مرور سنة، يعني شهر العاشر ليس بالبعيد عنا، بالتالي الانتخابات راح يصير لها سنة، لحد الآن لا حكومة لا رئيس جمهورية، العقد السياسي الجديد شو راح تكون ملامحه وسط هذه الضبابية؟ وضيفتكم العزيزة، صراحة أنا لدي مشكلة في الصوت، يعني لم أسمع السؤال، كذلك حديث الدكتورة لم أفهم منه شيء. نعم. فإذا أمكن إصلاح الصوت وإعادة السؤال، لأكو مشكلة بالصوت يعني مقطع. ألخص لحضرتك الصوت دكتور عقيل أو السؤال، عفوا السؤال، يعني يتضمن أنه لما يكون المطلوب عقد سياسي جديد وإحنا راح أشرفنا على مرور سنة على الانتخابات، طيب هذا التشنج السياسي إلى متى سيستمر؟ نعم، واضح. تحية لحضرتك مرة أخرى، وين ما زالت المشكلة بالصوت، لكن أعتقد فهمت السؤال. اليوم الدعوة إلى حوار والدعوة إلى إعادة الانتخابات لها أسبابها، يعني مثلا نحن في ائتلاف النصر إلى حد قريب كنا ليس مع إعادة الانتخابات، لكن بعد انسحاب الأخوة في التيار الصدري من قبة البرلمان
وحدث ما حدث من تظاهرات بعد هذا الانسحاب، كانت لدينا مبادرة في حزيران الماضي هي أن تكون هنالك حكومة انتقالية وتكون هنالك إعادة الانتخابات. إعادة الانتخابات اليوم لها مبرراتها، والعقد السياسي والاجتماع الجديد إلى مبرراته. اليوم يعني الشارع منتفض، وهنالك حالة من عدم الرضا وعدم الرغبة بالتوجه السياسي الحالي والعملية السياسية برمتها. لذلك الدعوة إلى الانتخابات مبكرة نراها ضرورية في هذا الوقت، كذلك أن تكون حكومة انتقالية لإدارة هذه المرحلة وليس بقاء الوضع مثل ما هو اليوم. يجب في أن يكون في خلال هذه المرحلة الانتقالية يعني تنفيذ لأوامر أو لاستفسارات وتوجيهات المحكمة الاتحادية العليا. كان هنالك طعن في الانتخابات الماضية لأسباب معروفة، الأسباب الطعن، ووجهت المحكمة بعد أن صادقت على الانتخابات الماضية أن يكون هنالك تعديل لقانون الانتخابات، كذلك أن يكون هنالك إجراء بعض التعديلات في المفوضية المستقلة للانتخابات، ومنها أن يكون العدل الفرد يدوي. يجب أن تكون هذه الإجراءات خلال المرحلة الانتقالية القادمة. دعني أرحب دكتور عقيل. نعم دكتور عقيل، اسمح لي أن أرحب بالدكتور مجاشع التميمي الكاتب والمحلل السياسي. حياك الله دكتور، تنضم معي ضيفا كريما في الأستوديو. أسأل حضرتك عن الضغط الجماهيري، يبدو أن جمهور الطرفين الإطار والتيار يضغط باتجاه مطالب محددة ومعينة، لما لا يكون هنالك نقطة التقاء فهذه المطالب إلى أين ستتجه بطبيعة الحال؟ نعم شكرا جزيلا لك أحمد، وتحية لكم ولضيفك الكريمين. حياك. يعني واضح جدا أن الدستور ولا العملية السياسية قادرة على معالجة الأزمات والتناقضات في العملية السياسية في العراق، لهذا عادة التفويض السياسي مرة أخرى للجمهور. الجمهور الآن هو من يدير طبعا العملية السياسية بطريقة غير مباشرة. للأسف الشديد هذه الطبقة السياسية منذ أكثر من 18 عام على الرغم من الانتقادات والنداءات التي توجه لها، لكنها للأسف الشديد لم تلقي اهتماما بهذه التحذيرات وهذه النصائح. قبلها يعني كانت هناك يعني محاولات من قبل المرجعية العليا في النجف الأشرف، نبهت القوات السياسية على الكثير من الخروقات، على حجم الفساد المستشري في الدولة العراقية. للأسف الشديد لم يكن هناك على الأقل استجابة لهذه النداءات. عادت مرة ثانية التفويض السياسي إلى الشارع العراقي، والشارع العراقي واضح جدا أنه مستاء بشكل واضح، وقد أعطى إنذارا للقوى السياسية في انتخابات 2021 حينما لم يشارك فيها إلا بحدود 20%. هذه كلها مواقف سياسية، لكن القوى السياسية نتيجة للأسف الشديد أغلب هذه القوى السياسية متمسك بالعملية السياسية باعتبارها مصدرا لجمع المال ولتحقيق المكاسب الشخصية. لهذا وصلت الحال إلى انهيار تام لمؤسسات الدولة، إلى حجم فساد خطير جدا. يوميا يعني نتفاجأ للأسف فضيحة جديدة، كل يوم فضيحة جديدة تهز أركان هذه العملية السياسية. فمن حق الشارع اليوم أن يتدخل. هناك من يتحدث على الدستور وعلى القانون، وهنا أنا أقول يعني للأسف الشديد الدستور والقانون قيد بسبب تأثيرات القوى السياسية على القانون، وتحدث بعض زعامات القوى السياسية عن حجم التأثير الذي يمارس على للأسف الشديد على القضاء، ونلاحظ اليوم حجم الفساد استشرى. وعلى الرغم من كل المحاولات إلا أن هذه المافيات الفساد التي أساءت لهذه العملية السياسية لم يستطع القانون من محاسبتها. اليوم عندنا هدر صار بحدود تريليون و250 مليار دولار، القضاء لم يتمكن من محاسبة من هو المتسبب، والمتسبب هو أقوى من رئيس الوزراء وأقوى من بعض القوى السياسية لأنه محمي سياسيا. هذه الجمهور اليوم الذي خرج يعني جمهور جائع فعلا، هي ثورة جياع يعني إن كانت الطرفين. يعني أنا لا أريد أن أتحدث عن أحد الطرفين، ولكن يعني كلا الطرفين هي تظاهرات ربما تكون تظاهرات مشروعة، وخصوصا أن هناك فرق كبير. يعني عندما نتحدث عن تظاهرات التيار الصدري تظاهرات كبيرة جدا، وشارك فيها مختلف الجماهير، يعني من مختلف الجماهير،
وهي اليوم واضح جدا انها اصبحت اشبه بخيمه لجميع الجياع والناقمين والناقدين لهذه العمليه السياسيه. يعني لهذا انا لا يعني لا اعيب ان يذهب يعني معالجه هذه المشكله الى الشارع، بالعكس الشارع ربما يكون له دور مهم في الضغط على قاده العمليه السياسيه. طيب دكتور ندال، ما يتفضل الدكتور مجاشع عن انهيار تام لمؤسسات الدوله، بالتالي نلاحظ بانه هذا الانهيار تعطيل البرلمان، المحاسبة من القضاء ومن البرلمان، تشكل البرلمان، اختار رئيس للبرلمان من المكون السني وأخذ استحقاق المكون السني، ولكن نلاحظ بأنه ماكو تفعيل لهذا الدور. القضاء أيضا بدأ يأخذ دوره على كل الصعد، بالتالي أنه ما المطلوب من الجماهير الآن كي يؤدوا دورهم الحقيقي المراد من التظاهرات. يعني استاذ احمد خلينا شويه يعني اكمل من حيث انتهى دكتور مجاشع. حقيقه يعني انا اختلف ويا الدكتور بقضيه التظاهرات. صحيح هي تظاهرات اليوم جماهيريه وتظاهرات طبعا هي عراقيه، اليوم المواطنين سواء اطاريين او تيارين هم اكيد عندهم يعني مطالب مشروعه، لكن هذه التظاهرات هي مو تظاهرات شعبيه، تظاهرات سياسيه. اليوم التيار طلع تظاهرات عنده مطالب، مطالب الجمهور اللي خرج بالبدايه هو جمهور تيار صدري، قد يكون انضم وياه بعد مثل ما قال الدكتور يعني بعض الجياع المحتاجين الطبقه الفقيره. بالمقابل ايضا جمهور الاطار نفس الشيء، هم الاثنين عراقيين، هم الاثنين عندهم مطالب، لكن اساس التظاهرات هي مو تظاهرات شعبيه، مو تظاهرات طلع بها الشعب من اجل المطالبه بمطالب عنده. اليوم الاصلاح الجميعي طالبه، قضية معالجة الفساد الجميع ينشدها، لكن المواطن المستقل هو واقف موقف المتفرد، جالس ينتظر شو يسوون الإطار وشو يسوون التيار بخلافاتهم. احنا مو ضد الاعتصامات ولا ضد التظاهرات، لكن اليوم الكتل السياسية معناها هي أفلست بمبادراتها السياسية، وصلت إلى مرحلة الإفلاس وعدم الثقة والشك السياسي اللي استخدمت ورقة الشارع، شارع مقابل شارع، تظاهرة مقابل تظاهرة. إذن ما المطلوب بعدها المبادرة الأخرى؟ كيف نستطيع أن نجمع هذا الشتات؟ كيف نستطيع أن نجمع الفرقاء السياسيين؟ يعني قضية استخدام الشارع، ورقة الشارع، هذه ورقة غير مجدية حقيقة. إذا نحتاج إلى مبادرة سياسية، مبادرة تلملم هذا الشتات وبالتالي تجمع الشركاء، هذا الواقع الموجود. دكتور عقيل، يعني ما ادري هسه اذا استمعت لراي الدكتوره ندا ودكتور مجاشع حتى يعني ناخذ من كلامهم واستشير حضرتك حول قضيه استخدام الضغط الجماهيري، بالتالي هنالك اغلبيه صامته، كيف يعبرون عن ارائهم اذا ما قارنا هذه الاغلبيه بنسب من خرجوا الى الانتخابات وادلوا باصواتهم؟ أنا لازلت سيد الكريم أعاني من مشكلة الصوت لما أسمع كلام السيد مجاشع ولا الدكتورة نهائيا. على العموم يعني فهمت جزء من سؤالك سيد الكريم، يعني لا شك التظاهرات هي لا تلبي أو لا تمثل كل أبناء الشعب العراقي، أكيد مهما تكون التظاهرات وحجمها وضغطها اليوم هي لا تلبي إلا جزء يسير من تطلعات الشعب العراقي. ونعم هنالك أغلبية صامتة تصل ربما إلى بين 65 إلى 70%، وهذه الأغلبية هي لم تشترك في حتى في الانتخابات، وربما تكون لديها قناعات أخرى في الانتخابات، إنهم من حالة عدم النزاهة ومن حالة عدم يعني تقديم الخدمات إلى المجتمع بالنسبة للحكومات المتعاقبة ومن هذه الأمور كثير يعني. لكن لو فعلا اليوم أن يكون هنالك عقد اجتماعي جديد وأن يكون أو تتجدد الثقة بالعملية السياسية وأن تكون هنالك إصلاحات حقيقية، أنا أعتقد سوف حتى الأغلبية الصامتة سوف تخرج إلى الانتخابات وسوف تغير. لذلك نحن اليوم نشدد على أن يكون هنالك يعني في مفوضية الانتخابات أن أكو ثقة عالية يعني من ناحية عدم تغيير النتائج، عدم التزوير، الفرز بحيادية، هذه تسهم في إصلاح العملية السياسية وفي بعث الثقة إلى الجماهير من أجل يعني توسعة المشاركة. توسعة المشاركة في الانتخابات هي الحل، باعتبار أنه سوف تقدم حلول جديدة ووجوه جديدة وشخصيات جديدة
قادرة على التعاطي مع المرحلة السياسية بكامل تفاصيلها، من تحدياتها، من المشاكل الاقتصادية، المشاكل المالية، المشاكل الاجتماعية، المشاكل في الصناعة وفي الزراعة. نحن اليوم نحتاج إلى ثورة حقيقية في الإصلاح، وأن لا يبقى الإداء الحكومي بهذه الطريقة. لذلك يحتاج حوار وطني، نحن مع الحوار الوطني، ومع إنتاج مجموعة سياسية قادمة قادرة على التعاطي فيما بينها، وأن تتحاور من أجل العراق ومصلحة العراق ومصلحة نعم. الشعب العراقي. طيب دكتور مجاشع، لما يكون هنالك مطالب هسه بغض النظر عن يعني سهولة تحقيقها أو صعوبة تحقيقها أو يراد لها وقت أو فترة زمنية، بالتالي اليوم تظاهرات البوابة الخضراء من جهة المعلقة البوابة الجنوبية، متظاهرين طالبون بسرعة إسراع في تشكيل الحكومة. تشكيل الحكومة باعتقادهم بأنه هو الخطوة الأولى للحلول الأخرى التي يطلبها التيار الصدري أو يطلبها الإطار التنسيقي. يعني هو احنا نذهب إلى تشكيل الحكومة، هذه ليست معالجة للأزمة الحقيقية. يعني احنا شكلنا 5 حكومات إلى 6 حكومات، يعني لم تأتي بشيء جديد للأسف الشديد، مدخلات نفس المدخلات ونفس المخرجات. يعني لمدة 18 سنة احنا في تراجع إلى الوراء، لهذا يجب أن يكون هناك إصلاح. يعني أنا لا أتحدث أقول أنه هذه الجهة ربما جهة سياسية، متظاهرين سياسيين، بالنتيجة يعني حل تشكيل الحكومة هو ليس بمنجز، لا يعتبر منجز. احنا نريد نحاول قدر المستطاع أن نأتي بشيء جديد، أن نحاسب من الذي تسبب بهذا التراجع، من الذي دمر البلاد، من الذي سرق الأموال. هذه كلها أسباب، هناك أزمات كبيرة. احنا اليوم نتحدث والجنوب العراق بلا ماء، الأهوار جفت بالكامل للأسف الشديد، الأموال منهوبة. قبل 3 أيام كان لقاء تلفزيوني مع السيد وزير المالية المستقيل يتحدث بأن يجب أن تكون إيرادات المنافذ الحدودية بحدود 10 مليار، باعتبار أن العراق يستورد بحدود 70 مليار. فيسأل المقدم كم عدد الموارد المنافذ الحدودية والضرائب، يقول له 1 مليار، يقول له والبقية، يقول له لأن هناك توافقات سياسية بين القوى السياسية ولا يمكن لوزارة المالية أن تعمل. هذا ما يتحدث به وزير المالية عدا الاستقالة. يعني هناك سيد العزيز مافيات فساد، لا يمكن لأي رئيس وزراء، هم يخشون رؤساء الوزراء يخشون التصدي ومحاسبة هؤلاء الفاسدين. لهذا احنا محتاجين إلى هذه المرة إلى حكومة مختلفة، حكومة لديها صلاحيات كبيرة، حكومة قوية قادرة على أن يعني تمارس مهامها. وهنا لا أتحدث وأقول نحتاج إلى حكومة مستقلين، لأن حكومة المستقلين للأسف جربناها، هي أشبه بمحاولة يعني إعطاء جرعة من 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 الصبر والتهدئة. لا حكومة مستقلين ولا حكومة، نريدها أن تكون حكومة حزبية لطرف سياسي معين حتى يتم محاسبته مستقبلا، لا أن تشترك فيها. للأسف الشديد أنا هنا لست صدريا، ولكن أقول أن قوى الإطار التنسيق تريد المضي بنفس المشروع، حكومة توافقية. ولاحظنا شوف هسه حاليا حتى مع المكون الكردي مع المكون السني هناك توافقات لتشكيل حكومة هي يعني لا تختلف عن الحكومات السابقة. إذن ما هو الجديد؟ لدينا أجيال، يعني منذ سقوط نظام صدام 2003 اليوم 2004 دخلوا بالانتخابات ويبحثون عن فرص عمل. يعني احنا ضيعنا بحدود 18 سنة من اقتصادنا وثرواتنا وخيراتنا. إذن بحاجة إلى معالجة. رئيس الوزراء التنفيذي الأول هو المسؤول التنفيذي الأول، وهو يتحمل المسؤولية خلال السنوات الماضية، كل رؤساء الوزراء العراقي يتحملون. لكن مع هذا نقول يجب أن تكون المسؤولية تضامنية، وأن الجميع يجلس على طاولة حوار، ومن ثم الذهاب إلى حكومة مختلفة. أما المضي بنفس المشروع هذا مضي على الوقت سيد العزيز. أستاذ أحمد، دكتورة كيف نمضي إلى حكومة بمواصفات خاصة ونحن ليس لدينا حكومة؟ كيف نذهب إلى انتخابات وليس لدينا حكومة؟ بالتالي الحكومة مهما يكون شكلها وتشكلها الكتلة الموجودة في البرلمان هي التي ستمهد إلى كل هذه الإجراءات. طيب كيف من الممكن أن تتحقق هذه المطالب بدون وجود حكومة؟ هي المشكلة أستاذ أحمد، الكتل السياسية تدرك جيدا أن الخيارات أمامها محدودة، ليس أمامها الكثير من الخيارات. هي أما أنه تتفق على شخصية رئيس وزراء تسوية توافقي، وبالتالي لا يكون لا من الإطار ولا من التيار، ويمضي بتشكيل الحكومة ويحدد موعد الانتخابات ويقرر قانون الانتخابات، هل يمضون بذات القانون، يتم تعديل عن الانتخابات، تغيير مفوضية الانتخابات. لكن المشكلة أن هم الكتل السياسية مختلفين على هذا الأمر. يعني التيار الصدري مشترط أنه لازم ما تتغير المفوضية، يبقى ذات القانون الانتخابات، حل مجلس النواب،
الإطار يريد بعض الأطراف السياسية من الإطار تريد تغيير قانون الانتخابات، تغيير مفوضية الانتخابات، فهنالك بعض الأمور يعني جملة وتفصيلا التي يختلف فيها الإطار والتيار. لذلك نحتاج إلى أن نجلس على طاولة مفاوضات واحدة يتم تقريب وجهات النظر اليوم، مثلا قانون الانتخاب تعديله أم تغيير هذا القانون، والاتفاق مسبقا على مخرجات ونتائج الانتخابات حتى لا تكون ذات النتائج والمشاكل اللي سببت بالقانون الانتخابات السابق. نتفق على قضية تشكيل الحكومة، نتفق على قضية الكتلة الأكبر من هي التي تفوز في الانتخابات، ويكون عقد سياسي بين الكتل السياسية ووثيقة شرف يلتزم بها الجميع. كذلك قضية تشكيل الحكومة، لا يمكن المضي بانتخابات بدون حكومة. اليوم حكومة سيد الكاظمي حكومة تصريف أعمال، فيجب أن تتفق الكتل السياسية تمديد المدة للسيد الكاظمي وحكومته، ومن ثم تحديد موعد انتخابات مبكرة، أم يتم اختيار شخصية توافقية، أم الاستمرار بترشح السيد محمد الشياع السوداني بموافقة التيار الصدري، لأن اليوم أي حكومة بدون موافقة طرف وموافقة طرف دون آخر سوف لا تستمر هذه الحكومة، وبالتالي لا يمكن أن تمضي بالبلد إلى انتخابات. اليوم قبل الانتخابات وقبل الحكومة الاستقرار السياسي والإرادة السياسية. إذا نرجع للحوارات التي هي والإرادة السياسية، يجب أن تكون لدينا إرادة سياسية للجلوس على طاولة مفاوضات واحدة لحلحلة هذه الأزمة، أن يتنازل أحدنا للآخر من أجل أن نمضي بالبلد ونخرج به من هذه الأزمة. ليست الأزمة التي بيننا نحن كفرقاء وشركاء سياسيين، إنما الأزمة اللي سببتها أزمتنا وسببتها مشاكلنا، الأزمة اللي سببناها للبلد وللشارع. طيب الجلوس إلى طاولة حوار هذا موضوع ملفنا الآخر دكتورة وضيوف الكرام، تفضلوا البقاء معي حتى نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة بمعيتكم. اجتماعات عقدت ودعوات وجهت إلى التيار الصدري بغية تهدئة الوضع الراهن، لكن التجاهل مصيرها. مجددا حياكم الله. يرى المفسرون لأسباب أزمات الشارع أن اليوم قد تتعدد جذور المشكلات وتبعاتها، لكن ما هو الأبرز؟ أن تزمت بعض الأطراف لرفض الاجتماعات ومخرجاتها، وكل يريد أن يتسلم زمام الأمور بإقصاء الآخرين دون المشاركة ربما يكون السبب الأبرز بعدم حلحلة الأزمات وفك عقد الخلافات. فالتوجه إلى طاولة النقاش بين الفرقاء من الممكن أن يصل إلى خيوط الحل لهذه المآزق بصورة عامة. مشاهدين أحب نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. دعوات عديدة وجهت إلى الأطراف المشاركة في العملية السياسية والمعارضة لاستئناف الحوارات مجدداً والابتعاد عن لغات التصعيد والتهديد، خصوصاً وأن المزاج الشعبي صار يوجه آماله إلى تلك الحوارات الفعالة لتنهي أزمة البلد، لكن تلك الدعوات ردت بالإعراض والتجاهل. المفروض كان من سماحة السيد مقدس الصدر هو الجلوس لطاولة الحوار اللي نادى بها السيد الكاظمي في الجلسة الأخيرة اللي اجتمعت بها جميع القوى السياسية، والمفروض كان يحضر أو حتى يبحث مندوب من التيار الصدري حتى يرى وجهة نظر الإطاريين أو وجهة نظر كل الفرقاء السياسيين داخل هذا الحوار، وبعد ذلك ثم يناقش إذا كان هناك هو موافق على هذه الشروط أو غير موافق. يرى المتابعون بدقة لأحداث الشارع أن رفض الدعوات إلى الحوار وتواري التيار الصدري عن الأنظار عند الاجتماعات أمر له تبعات سلبية على إمضاء العملية السياسية بالسلم إزاء حرص الإطار الشيعي للحفاظ على تهدئة الشارع بتشكيل حكومة وفق الدستور. أما توجه الآخر إلى تظاهرات مليونية مؤجلة لربما تثير حفيظة الشارع العراقي بحسب المتابعين. إصرار السيد الصدر على الانتقال من عملية سياسية إلى أخرى هو ما سيجعل المجتمع الدولي يتدخل بقوة، لذلك إمكانية تشكيل ما يسمى بحكومة طوارئ الآن أصبح ممكنا، كون أنه الإطار التنسيقي لم يتخذ لحد الآن أي خطوات وفق الدستور. يعني ربما يخشى من تأجيج الشارع، ربما لا يريد أن يكون السبب باندلاع اشتباكات أو مواجهات لا سمح الله. الركود الذي شل العملية السياسية وأتبعه تصعيد كبير باستخدام الشارع كورقة أخيرة في عمر الساحة السياسية كما يراها محشدو الجماهير الشعبية، أسهم برجوع عجلة تشكيل الحكومة إلى المربع الأول
من خلافات ونزاعات، وكذلك تمسك التيار الصدري مؤخراً بمطلب انتخابات جديدة دون تراجع. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجد الترحابي بضيوف الأكارمة الدكتور نداء الكعبي والدكتور عقيل الردين والدكتور مجاشع التميمي. دكتور عقيل، أسأل حضرتك، اليوم وجهت الكثير من الدعوات إلى الطرف الأهم في الأزمة الحالية باعتبار أن التيار الصدري أصبح هو في طرف المعادلة ولم يلبي أي دعوة من دعوات الحل، إذن ما قيمة الحوارات دون مشاركة التيار الصدري وكل المبادرات التي تطلق لغرض دخول التيار الصدري في ملامح تشكيل الحكومة؟ جزء كبير من السؤال لم أسمعه صراحة، إذا ممكن إعادة السؤال. أسأل حضرتك عن التوازنات والحوارات، يعني اليوم التيار الصدري عندما لم يستجب إلى الحوار فما الحل؟ نعم سيدي الكريم، أنا أعتقد يعني مبادرتنا هي جزء كبير من الحل. عندما نقول نحن نريد أن يكون هنالك حكومة انتقالية هو هذا الحل، لأن لا يمكن عودة الأخوة في التيار الصدري إلى البرلمان بعد استقالتهم ما لم تكن هنالك انتخابات مبكرة. إذا نتفق على الانتخابات المبكرة هو هذا الحل، ومع شركاء السياسيين الآخرين، باعتبار اليوم البرلمان أو حل البرلمان هو البرلمان ليس تابع إلى الإطار الشيعي أو المكون الشيعي، وإنما فيه جميع المكونات ويمثل جميع العراقيين، وبالتالي حل البرلمان يجب أن يكون هنالك يعني حوار على الآليات اللي نحل بها البرلمان وآليات تشكيل الحكومة الانتقالية، وهذا ما ممكن يعني من خلال الشارع وضغط الشارع. نعم، ضغط الشارع والتظاهرات هو جزء كبير ومهم من الضغط المجتمعي والشارع على الحكومات وعلى أصحاب الحل والعقد من أجل الاستعجال أو التسريع بالآليات اللي ممكن أن تصلنا إلى الحل، لكن الضغط الشارع أعتقد لا يصل إلى الحلول النهائية، بالتالي يجب أن نجلس على طاولة الحوار وأن نتفاهم حول مستقبل حل البرلمان والحكومة الانتقالية، كذلك بعض التعديلات وبعض الآليات من أجل الاستعدادات إلى الانتخابات المبكرة. قضية مهمة جدا ما تطرحه دكتور عقيل، يعني اسمح لي أقاطعك وأذهب إلى الدكتور نداء. لما يتفضل الدكتور عقيل الرديني بأنه مكونات البرلمان ليس من المكون الشيعي فحسب، نعم صحيح، ولا من الإطار التنسيقي، بالتالي ما دور الكتل السنية، الكتل الكردية، الكتل الشيعية التي لم تنضوي تحت الإطار أو التيار؟ نعم. لما يتم المناقشة حول حل البرلمان، أين دورهم؟ دورهم في الوساطة ودورهم في الحلول البرلمانية؟ يعني هو دورهم موجود أستاذ أحمد. أستاذ نجيرفان برزاني، سيد نجيرفان قدم مبادرة، وهسه حاليا احتمال يعني يتم اجتماع مجلس النواب في أربيل، فيبدو الأخوة الكرد يعني سوف يتدخلون بمبادرة. الأخوة السنة ممكن أيضا، لكن المشكلة هي شنو؟ الأخ الكردي والأخ السني يتفرج، ينتظر الأخ الشيعي أن يحل مشاكله فيما بينه، باعتبار أنه قضية تشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء هي شأن البيت الشيعي، وكذلك اليوم الخلاف بين الإطار والتيار هو خلاف شيعي شيعي، فبالتالي هم ينتظرون ما تؤول إليه هذه الخلافات، ونشوف احتمال يعني الأسبوع المقبل تكون هنالك اجتماع لمجلس النواب في أربيل، وزيارة سيد هادي العامري أيضا إلى أربيل لتقريب وجهات النظر، بالتالي يجب أن يكون هنالك تدخل ومبادرة من الأخوة الكرد، من الأخوة السنة، حتى من داخل الإطار، يجب أن تكون هنالك مبادرات لحل حالة هذه الأزمة، وإلا شارع مقابل شارع تفضي إلى متى؟ تفضي إلى تصعيد، ليست لديها وقت محدود. بالعكس، إذا طال أمد هذه قضية التصعيد والتظاهرات قد يدخل طرف ثالث في هذه التظاهرات، وبالتالي يضر الأمن والسلم المجتمعي، من يثب ضحيتها؟ المواطن البريء. ثم هذه الأرواح، إطار أو تيار، هي أرواح عراقية بالتالي. فإذا ما الذي نحتاج؟ نحتاج مثل ما ذكر دكتور عقيل، نحتاج إلى مبادرة، لكن مبادرة هي لا نقول مبادرة توافقية، إنما مبادرة تقرب وجهات النظر ثم نتفق على باقي الأمور. الآن الكرة في مرمى الكتل السياسية، اليوم المجلس النواب هو يعني من سنة وشيعة من الإطار وكرد وغيرهم مستقلين أيضا،
ممكن أن يتفقوا على التنفيذ. اليوم التيار استقالوا من مجلس النواب، لا يمكن أن يعودوا إلى مجلس النواب يعني وفق الأطر الدستورية، بالتالي بقية الحكومة التنفيذية ممكن أن يعطوا النسبة الكبيرة من الحكومة التنفيذية ومن الوزارات إلى التيار الصدري، وبالتالي تكون هذه الحكومة تشاركية، يكون رئيس الوزراء شخصية توافقية مرشح تسوية لحين المضي بالبلد بانتخابات، ونتفق مسبقا أن نتفق على نتائج الانتخابات ونستجيب لنتائج الانتخابات، لا نتنصل من هذه النتائج من الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة، وفق ماذا تتشكل الحكومة، آليات تشكيل الحكومة، هذا مهم جدا. لا تأتي نتائج الانتخابات ونمضي بنفس المشكلة وتكون بيننا أزمة وانسداد سياسي من جديد. دكتور مجاشع، السيد الصدر أجل تظاهرات المزمع خروجها يوم السبت إلى أشعار آخر، برأيك ما الغاية من هذا التأجيل؟ هل تعتبر هكذا خطوة بمثابة هدنة أو مهلة لبقية الشركاء إزاء فعل معين تراه في الأفق؟ هي يفترض أن تكون هي أشبه بمحاولة لحل هذه الخلافات والوصول إلى حلول، لكن يعني ما تحدث به المعلومات تشير إلى أن هناك بعض الأطراف ربما تثير يعني فوضى وأزمة داخل هذه الإطار، أو إحداث فتنة بين الإطار والتيار من خلال هذه التظاهرة المليونية. المعلومات تشير كانت إلى أن هناك أعداد مهولة جدا ستشارك في هذه التظاهرات، وأن هناك بعض الأطراف تحاول قدر المستطاع إثارة الفوضى. لهذا السيد مقتدى الصدر يعتبر أن الأمن السلمي والمجتمعي للمواطن العراقي هو خط أحمر، فأجل هذه التظاهرات على الرغم من أن هناك اعتصامات وهناك الآلاف من الموجودين حاليا داخل مجلس النواب أو داخل مبنى مجلس النواب، فممكن أن تؤجل هذه التظاهرات والاعتصامات مستمرة بحسب بيانات السيد مقتدى الصدر. طيب، في حال تعثرت الحوارات دكتور مجاشع ولم نصل إلى يعني نقطة التقاء ولم تنجح هذه الحوارات بما يرومه الفرقاء السياسيون من خلالها، ما الخطوات القادمة حسب يعني رؤيتك؟ هل هنالك إمكانية لاستئناف جلسات البرلمان في إقليم كردستان كما تفضلت الدكتور عندها؟ لا، يعني جلسات مجلس النواب خارج بغداد هذه اعلن عنها الاطار التنسيقي انها اشبه ب يعني قانونا ممكن لكنها معيبه باعتبار انها ستكون اشبه بحكومات او جلسات منفى كما حصلت في اليمن وليبيا، هذا لا يمكن ان يحصل على الاقل معنويا. اما بخصوص الازمه ممكن تطول، ولكن حلها ممكن ان يكون بيد المحكمه الاتحاديه اذا ما اصدرت المحكمه الاتحاديه قرارا بحل مجلس النواب، وهي تمتلك هذه الصلاحيات، فيمكن أن نذهب إلى يعني انتخابات مبكرة وحل هذه الإشكالية. أما البقاء على نفس الحال ونفس الإشكالية ودون أن تكون هناك توافقات أو اتفاق بين القوى السياسية، فأنا أتوقع أننا سنكون أمام نفس التجربة التي حصلت في لبنان، ممكن أن تطول سنين إذا لم يتنازل كلا الطرفين عن ما يريده. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مجاشع التميمي الكاتب والمحلل السياسي أثرت الحوار، ومباشرة أنتقل للدكتور عقيل الرديني. دكتور عقيل، نتحدث اليوم عن عقد جلسة البرلمان تحديدا في حال قرر الإطار عقدها في بغداد أو خارج بغداد، ما دور المكونات الأخرى وكيف سيواجه التيار هذه الجلسة؟ يعني صراحة يعني يجب أن يكون هنالك اتفاق أو يعني حوار يعني مع الأخوة الشركاء، مع يعني الآخرين سواء الأخوة السنة أو الكرد في هذا الصدد، وما أعتقد اليوم أكو يعني للآن أكو نية حقيقية لعقد جلسة. يعني ربما عقد الجلسة يعتبره الأخوة في التيار نوع من التصعيد، وبالتالي نحن ضد موضوع التصعيد، نحن مع عقد الحوار الوطني الهادف إلى الخروج من هذه الأزمة. واليوم الجميع ربما في الأحزاب أو خارج الأحزاب ومواطنين يطالبون بالإصلاح الحقيقي، ونحن مع الإصلاح الحقيقي، والإصلاح الحقيقي يأتي ليس من يعني من هذه الأبواب، ومنما من أبواب عديدة أخرى. يعني عندما تكون هنالك أجهزة رقابية دقيقة، عندما تكون هنالك خطة خمسية أو خطة عشرية ويتم الرقابة عليها بشدة، أعتقد هي هذه الإصلاح في العمل السياسي والعمل التنفيذي. فعلينا أن نتفق أن نذهب باتجاه أولا أن يكون هنالك إعادة وإنعاش للعملية السياسية بطريقة جديدة ومن خلال انتخابات جديدة ومن خلال حكومة جديدة، ثم نتفق على خطة لتنفيذها، وبالتالي نراقب جميعا هذه
الخطة بالحفاظ على المال العام، بتفعيل ديوان الرقابة المالية، بتفعيل دور المؤسسات سواء في البرلمان الرقابية. طيب. وهكذا هو الإصلاح الحقيقي. أما مقدما نحن اليوم ما هي خطة الإصلاح وما هي التغيير اللي ممكن أن يحدث والوضع السياسي بهذه الطريقة؟ لا يمكن أن يكون أي تغيير في الوضع ما لم يكن هنالك خطة عمل واضحة، وأن تكون حكومة ذات صلاحيات وليس حكومة يعني حكومة محدودة الصلاحية وحكومة تصريف أعمال وليس رئيس جمهورية تصريف أعمال. فعلينا اليوم أن نجلس إلى الحوار وأن يكون هنالك حوارا حقيقيا معمقا وطنيا يشترك فيه جميع الفرقاء السياسيين من أجل إعادة انتخاب يعني مؤسسة حكومية حقيقية قادرة على أن تنهض بهذه المهمات وبهذه التحديات. دكتور لا بديل عن الحوار إلا الحوار. أما الحوار يعني الأولى لما يكون جدوا إلى الحوار هو مفتاح الحل أيضا، وبعدين جلسوا إلى الحوار. نحن لا نريد أن يكون التصعيد من خلال الشارع، نحن نريد حوارا حقيقيا هادفا من خلال. اسمح لي دكتور عقيل أن أنتقل إلى دكتور نداء. وبالتالي الاتجاه نحو الهدف الحقيقي وهو الإصلاح الحقيقي للعملية السياسية والسلطة التنفيذية. طيب. الحوار يدعو مثل ما تفضل دكتور عقيل الرديني، ليس المتبنيات قبل الحوار يجب أن تفرض، ولكن الحوار هو من سيؤدي إلى متبنيات جديدة. بالتالي هل هنالك ترجيحات حسب وجهة نظر حضرتك دكتورة بأن يتراجع التيار الصدري عن مطلب الانتخابات المبكرة، الرضا بحكومة الطوارئ إلى حين تهيئة شؤون الدولة بصورة عامة، نعم. إن كانت تذهب إلى انتخابات أو قد تسير قدما؟ هو استاذ أحمد ماكو خيار أمامهم، يعني الخيارات محدودة أمام الجميع سواء الإطار أو التيار. نعم. هو تحديد موعد انتخابات، الاتفاق على القانون أم الاختلاف عليه، إتيان بقانون جديد، المهم يجب الاتفاق على قانون الانتخابات ومخرجات ونتائج الانتخابات فيما بعد الانتخابات، الاتفاق على مفوضية الانتخابات، الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء. لكن يا أستاذ أحمد هسه يعني تعقيبا على ما ذكر الدكتور، يعني اليوم الكل يطالب بالإصلاح وبرنامج حكومي، أكو أكثر من البرامج الحكومية منذ 2003 لحد الآن، لكن قل لي شقد نسبة التطبيق من هذه الورقة البيضاء في حكومة سيد الكاظمي وقبلها أوراق إصلاحية، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد السواء دكتور عادل عبد المهدي، لكن اليوم شنو التطبيق من هذا البرنامج الحكومي، البرامج الحكومية، مئات وعشرات الأوراق من البرامج الحكومية، شنو اللي تم تطبيقه؟ لا يمكن أن تكون حكومة تنفيذية قوية ما لم يكن لها غطاء سياسي قوي، ما لم تتوفر إرادة سياسية حقيقية للإصلاح. للأسف الكتل السياسية هي جميعها مشتركة بالفساد، هي جميعها موجودة في الحكومة منذ 2003 لحد الآن، والآن هي تطالب بالإصلاح وتطالب ببرنامج حكومي وتطالب بالجلوس على طاولة مفاوضات واحدة. لكن قبل هذا وذاك نحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، نحتاج إلى الإصلاح، نحتاج إلى أن ننظر إلى الشارع العراقي واحتياجاته. اليوم هسه الدكتور ذكر انتخابات والعودة إلى الانتخابات، والمواطن يحتاج إلى أن نعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية والانتخابية. كيف يذهب المواطن ويدلي بصوته سواء هذا القانون أم تغير قانون الانتخابات؟ ما الذي يستفيده المواطن العراقي من الانتخابات سوى الخلافات بين الكتل السياسية أو التوافق بين الكتل السياسية؟ بالتالي نحتاج إلى حكومة حقيقية، حكومة تقدم برنامج إصلاح واقعي قابل للتطبيق على أرض الواقع، تعالج مشكلات الشارع العراقي. لا يبقى الشارع العراقي هو ينظر إلى الشركاء والفرقاء السياسيين وهم في خلافات يختلفون حول اقتسام الكعكة، نريدهم أن يختلفوا ونريدهم أن يتوافقوا، لكن يختلفوا على البرنامج الحكومي ويتوافقوا على الإصلاح. هذا ما نريده من الكتل السياسية، لا أن يختلفوا على الحقائب الوزارية. طيب هذا الاختلاف وتوافق دكتور عقيل، يعني انتهى الأمر حسب تسريبات إعلامية ومعلومات متداولة تشير إلى أن هنالك لقاء قريبا سيجمع السيد العامري مع السيد الصدر، بالتالي كان هذا اللقاء هو مقدمة للحوار والمبادرة التي دعا إليها السيد العامري. إن تم عقد هذا اللقاء فما المخرجات المتوقعة حسب وجهة نظر حضرتك؟ يعني بالرغم أنه لم أسمع عن أي كلمة من كلام الأخت الدكتورة وجزء كبير من سؤالك لم أسمعه أيضا لرداءة الصوت اللي ما تم تصليحه لحد الآن. عموما
يعني أنا فهمت من خلال بعض الكلمات أنه مخرجات اللقاء اللي ممكن أن يكون بين السيد هادي العامري وبين السيد مقتدى الصدر. يعني أنا أعتقد هي ليس أول مرة وآخر مرة يكون اللقاء، ولم يحدث يعني مشكلة كبيرة يعني بين الإطار وبين التيار حتى لا يكون يعني الحوار قادم أو اللقاءات قادمة. أنا أعتقد ما زال أنه لم يحدث شيء والحمد لله والشكر، ولديه كل من الإطار والتيار لديه وجهة نظر باتجاه يعني العملية السياسية سواء الحالية والقادمة وجهة نظر. ربما هنالك اختلافات نعم في وجهات النظر، ويكون هنالك تقاطع في وجهات النظر، لكن هذا لا يعني أن هنالك تكون قطيعة وتصل إلى كسر العظم، وأعتقد الأمور سوف تحل. وهنالك بوادر عديدة، مبادرة السيد رئيس الوزراء الأخيرة اللي جمع الفرقاء السياسيين سنة وشيعة وكردا وأيضا برعاية أممية، هنالك حرص دولي على أن يستقر الوضع في العراق، هنالك حرص إقليمي أعتقد أيضا على أن يستقر الوضع في العراق. بالتالي يجب أن يكون هنالك تقديم تنازلات سواء من الإطار أو من التيار من أجل الوصول إلى نقاط وسطية مشتركة يتم الاتفاق عليها، وأعتقد هذا وارد جدا خلال الأيام القادمة أن يكون هنالك لقاءات سواء مع السيد العامري والسيد الصدر أو السيد الصدر وشخصيات أخرى، وهذا ليس بعيدا وليس مستحيلا. والأمور أعتقد يعني تسير باتجاه يعني قريبا يكون هنالك حوار بين الفرقاء السياسيين لمصلحة العراق. السيد الصدر عندما انسحب من قمة البرلمان قال أنا انسحبت 73 نائبا من أجل العراق ومن أجل مصلحة العراق، فما أعتقد اللي ينسحب من أجل العراق ومصلحة العراق أن يذهب بالعراق بالاتجاه المجهول. لذلك نحن يعني نتأمل أن يكون هنالك حوار ويتفق الفريقان أو الشقيقان سواء التيار والإطار على مشروع سياسي. واليوم الجماهير العراقية وخاصة جماهير هذا المكون تنظر إلى هذا المكون وتنظر إلى الإطار أو التيار، تريد منهم حلول، وبالتالي هم أمام يعني أمام أنظار الشعب العراقي، وعليهم تقديم التنازلات والوصول إلى حلول مشتركة ترضي العراق والشعب العراقي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عقيل الرديني عضو ائتلاف النصر، أثريت الحوار في الملفين، والشكر كثير لحضرتك السياسي المستقل الدكتور نداء الكعبي. شكرا جزيلا لهذه الإضاءات، والشكر موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. لقاؤنا في الغد يتجدد بمشيئته تعالى، في أمان الله.